في وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة انفرجت الأزمة هذه وتقرر إثر ذلك تخصيص 4 ملايين دينار لتأهيل المؤسسة مع تدخل الدولة في رأس مالها ب 15 مليون دينار في حين مشي دخل باقي المساهمين ب 15 مليون دينار أخرى لخفض ديونها المقدرة ب 75 مليون دولار دينار وباش تقدم الدولة قرض ب 45 مليون دينار باش تسد على أقساط من أجل الحفاظ على الشركة هذه وديمومتها. باه حلو باه نكون هوني دولة بدأت تلقى فوالا جزء من الحل ريتو فما حلول راه كي نحبوا نلقاو حلول نلقاوها فما شيء مستحيل في الدنيا هذيا أكثر كلمة نكرهها مستحيلة كي تسكر تلاقي فماش حل تيم فما حل أما الفولونتي لازمها تكون موجودة. المشكلة في الإرادة ماهيش في الحل، الحل موجود راه. إيه ما تعليش نوصلوا إنه المعمل هذاك يسكروا نوصلوا نخافوا اسكو مش يكون ثم حليب في تونس مثلا مش حليب في تونس. من بر. وعلاش نجيبهم من برا به في حد اللحظه به يلقاو الحل بالنسبه للمصنع هذايا والوحده التصنيع هذايا في انتظار انهم يلقاو الحلول للصغار الفلاحين اللي هي يعني مصدر الاساسي نتاع الحليب في تونس اليوم باش هكاك نحكيوا على انفراج نهائي للازمه نتاع الحليب ويرجع التوزيع بشكل عادي يعني يصير بشكل عادي في البلاد التونسية كما قلت يعني الحل مرتبط بصغار الفلاحين يلقاو لهم حلول خاصة في على مستوى الاتحاد الفلاحة والصيد البحري ممكن هذم المعنيين بالأمر وممكن هما زادة اللي عندهم حلول علاش أنت اليوم راو الحلول دي مربوطة بالمهنيين مش مربوطة يعني بأصحاب القرار. أصحاب القرار نجم يكونوا سياسيين ما همش مهنيين ما همش مباشرين يعني المهنة هذه دونك الحل دي ما يرجع للمهنيين اللي هما صغار الفلاحين اللي هما أعضاء الاتحاد الفلاحة اللي عندهم الحلول ويقترحوا قاعدين في الحلول لإنهاء الأزمة هذه مش على الأقل ما يوصلش يعني نفقدوا الحليب في تونس ولا ما يوصلش يغلى خاطر ولا نشردوا عائلات خاطر فما عمال وعائلات محلولة من المعاملة ذوما دونك خموا فيهم زيدا. أمين برافو بالحق معناها حاجة باهية سورتو حكينا المرة اللي فاتت مهم حتى الحليب معناها وراها عديد القطاعات الأخرى تخدم معناها معناها حليب مش كان كبش تشرب قهوة الصباح وإلا زبدة للوليدات الصغار ولا حاجة أخرى دونك حتى المشتقات متاع الحليب راهو كي تقطع الحليب برشا ناس ولينا نتمنى ونعملوا كسكروت بالزبدة تذكر كسكروت بالزبدة يا حاصر كسكروت زبدة عربي تفكرها هاي معاش هذيك معاش شنو زبدة عربي زبدة عربي جربة الزبدة العربي بالحق تعرفيش لا نعرفها ما عملش بس مش هكا ذيك اللي فيهم بلاش تو مضخمة كل أكل حتى زبدة عربي مسايبه ما عنديش مالي مسايبه لروح اي نعرفها اي حاجة عربي في تونس نرجعها مسايبه لا معناتها ما غير باكو ما غيرهم بلاش تمشي علاش كلمة عربي ديما تمشي للمذرح معناه ماهيش مذرح عليه ليه كن مش عليك انت انا نحكي تو مثلا تاكل حاشاكم الكلاب السايبه ذيك ويعيطوا لهم كلاب عربي اي كل شيء علاش ولا مثلا الدجاج العربي يبدا يقول لك والله دجاج الماكينه خير دجاج سوري خاطرو في ماكينه ولا اخر دجاج عربي يسرح شو الدجاج العربي نعرفو اغلينا من دجاج ليه نحكي اللي ديما مسيب سايبه التعريب الحكايه ديما يولي سبب معناها كي تبدا حاجه كالمسيبه ديما وكي تبدا حاجه كما فيها ماكينه وفي حاجه سوري ليه خويا نحن العربي عندنا كيك العربي ها حسره انا قلت لك انا ملي صغيره اي مطعم شوي كل كسمن صحيح تذاك علينا ما نحبش السمن وعندك الحليب زادك ال العربي المسايب والله نحكي جد شنو اسمه سبا سبا الحليب ما نجمتش نشرب ولا غالب بقري الزبالة حسن ذكر قبل العبيد تمشي فك الساشي عبيل كك بالواحدة يترى حليب صب يا حسرة بي من وقت قطعت الحليب طارت البركة والله كان الحليب بالحق كصب ويترى كان مصلي عني كل واحدة زبدة موجودة طول الحليب لزبدة كم واحدة كل كل يتحط فيها الحليب الناس كل عندهم منها كل ديلوكس هذيك كل واحد تزيد ترى بالضبط مسيبة مسيبة عربي عربي نقص عربي مسيبة صدقوا حاجة والله توا شلقت بحاجة عليقة اللي هي جات في مخي حاجة مشيت للكوجينة اليوم في الصباح نلقى ماما مشيت قضات وكل في القضية نلقى زبدة أنكم سي وقتها منين جبتها هذه ما توليت زبدة فيل في الدار والله أنت قلت لها منين جبت زبدة راكت لك كسكوت يزي ما تحكيش إن شاء الله قلت لها خليها بست الربي معناتها كل ذي نعمة محسود يلا خلينا نشيل الاخبار اللي بعده وازمه اخرى زبده تولها محسوس نشيل الاخبار اللي بعده دونك وزير التربيه سي حاتم بن سالم
آخر تصريح ليه سيغلق ثلاثي الأول دون الرجوع لأي إمكانية لإجراء الامتحانات آخر الجمعة ذي باش تتسكر ثلاثي الأول مع العلم فما باش عبيد ما عداوش وفقوا لي حتى اللي عداو ما عداوش لي ماتيغ الكل وشنو قال؟ قال فما حتى إمكانية باش نعودوا الامتحانات أو إرهاق التلاميذ وخايف على التلاميذ سيد وزير التلميذ تعب راه مغالمه وجسديا وارهق وكملوا في راه كما خايف عليهم الارهاق معناه شنو رايكم يعني تصعيد نعتبرها في انا نعتبرها في خانه التصعيد يعني اليوم في عوض نقاء والحلول نزيدو نكملوا لا نقولوا لا اكتريمستر هذيك وفات باش نتعداو اللي بعده وبالنسبه لنا احنا مرحله وفات اي والحلول وين اقترحتش حل شنو تريمسه بيضاء معناها مش بيضاء اكا عادي واربع ماتيريات يتحسبوا هذوك الصفر موجود معناتها الحظ الحظري زاز مع الكوفسيون هذوك كيفاش كيفاش ما تفهمش معناها ولا الدراسه البعلي هذا يسمع يعني قلت لك انا معناتها تحسم على مخلط على مخلط كيف تحسم محاوله تصعيد ايش عادي تلتيمات وفيزيك اقسم له عليهم وشوف المعدل هاي ايش عاد له التربيه الاسلاميه يعطيه على التربيه الاسلاميه ليه بالحق معناها بجرب العاد تحكي لي على التعليم انا ما انا جيم با وتعلم انا مدام شوف مدام ما ثماش حتى اقتراح لمجرد حل فانه يعني تصريح نعتبره انا في خانه تصعيد وزيت الحقيقه نرجع نقول ديما فما حلول غير الاراده كان اراده موجوده في اي حاجه في الدنيا دي تصورها انت في مخك مانيش نحكي حتى على التعليم حتى بين كوب ديما فما حل اما الفرق بينات هذوما كل اراده موجوده ولا يذولي نقابات وحكومتنا ما فماش اراده تحس ما فماش اراده ما فماش اراده تحس معناتها ماشيه التوانسه تتسكر اكثر بالحق نحن التوانسه تحس اشترهم من مواليد برج الاسد كل رؤوسهم صحيحة حتى برج الميزان في الرأس لا 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 هو يقول لك في الأبراج زي ما برج الأسد رأسه صحيح معناها بالحق ياسر رؤوسنا صحيح معناها حتى واحد ما يحب يطيح كلمة خلص أمين شيرني معنا لا معروف لا معناها في الأكل منش بيهم أنا في الأبراج يقول لك مثلا هذاك حميل لا نمن بيهم ما نمنش كي نقرا حظي معناها اي ليه نقرا حظي اما الطبيعه معناتها اي الطبيعه فما موجوده وعالم فلك كامل هذاك معناها دونك شنو تقول وزير التربيه برج الاسد ليه مش هو برك كلهم حتى ما نعرفوه اسد ولا حتى واحد ما يحب يطيح من كلمته معناها النقابه مشده صحيح الوزاره شده صحيح المشكله فيش انك تنجم تدافع على منظوريك مثلا الوزاره باش تدافع على عندها قانون ماليه عندها التزامات عندها قروضات ما نعرفش هذاك هي تعرف نقابة كيف عندها مطالب هي تعرفها لكن انه كل واحد معناتها يساعد بطريقته وما ثماش حتى بالباب للتفاوض يقعدوا مع بعضهم يحكيوا يلقاو الحلول هذا ما نحبوش انا مثلا تخرج انت كل يوم تعطي ديكلاراسيون وكل يوم تعطي تصريح لوسائل الاعلام ما تقترح فيه حتى حل شنو هي الاضافه اللي عملتها حتى شيء كانك انت معناتها كان تزيد البوليميك تكبر زيد الستريس تاع التلامذه ولا الاولياء سورتو يكبروا كاو اي صحيح ولا والمشكله تزيد تكبر بوما باهي خلينا نشوف وزاره الصحه وزاره الصحه شباب حتى وزاره الصحه عندنا فيها ما نقولوا اليوم تصريح للسيد وزير الصحه سيد عبد الرؤوف الشريف لاذاعه جوهره اف ام اليوم شنو يقول نحكيو على الفلاكه على الزومبي مخدر الزومبي قال فما شويه زومبي حبة ولا مخدر ما عنديش فكرة عليه حبوب مخدر المهم قال لك فما شوية زومبي ولكن لا داعي للخوف مش بالكميات اللي تستدعي الخوف صار فما ولا عندنا دي زومبي في تونس ما كلاو منها ولا المخدرات معناتها موجودين المخدرات الحبوب موجودة لكن لا داعي للخوف يحكي على الحبوب مش على الزومبي خاطر الزومبي راهي حاجة لا نحكي لا هو اسمه مخدر زومبي سميوه زومبي في تونس ما خاطر الزومبي هي نوع نتاع عباد اكل اللحوم راه مش منهم في الدنيا ذيك خرافه في الافلام ايه كلمه زومبي ايش معناها شنو موجود يسرى تقول لي فما زومبي عمره جاي واحد كلي لك شوي من لحمك لحظه موجودين لي زومبي الناس معناها اسم التسميه نتاع اكلي لحوم البشر دي زومبي موجودين بالحق راه هذيك مرض راه فما اي اكلي لحوم البشر يعطوا لهم دي زومبي كيما يلعب في الكوره يعطوا له كوارجي لاعب كرة اسمه تسمية تسمية مش حبة اسمها زومبي حبة اسمها حب مخدر الفلاكة أما ترد العباد دي زومبي اللي هما اللي يأكل الحملة بربي خنقول حاجة بربي خنصلح حاجة مهما كان اسمها أسطورة ولا مش أسطورة هي أسطورة أما
احنا معناتها سيغ سو معناتها سولون الاسطوره ولينا نقولوا اي سيغ سو بونوي. دونك كي شفنا الاسطوره هذيك خذينا اسم زومبي فما عبيد مرضى بالحق انا نعرف حتى في تونس ياكلوا في الحمام راهو معناتها غير المخدر هذايا معناتها عندهم اضطرابات نفسيه وصغيرات وكنا شفنا الفيديو وقتها دار ولاو يعيطوا لهم زومبي مش خاطرهم ياكلوا. انت مصاص الدماغ شنو يعيطوا لهم؟ هاك الفيلم تفرج زومبي هذاك موجود هاك واحد دراكولا هذاك معناها هاك هذاك مصاصي الدماء معناك اللي موجود هذاك قال لي زيد ليه معناها نعطيك الاسم التسميه فهمتك فهمت شنو معناها اللي زومبي كان فما بالحق في تونس هو يحكي على الحبه ولا على العباد تبي تحكي على الحبه على الحبه مازال ما فما وصلتش عباد كليت منها الحبه ما نعرفش مازال وصلت ما وصلتش انا توا ايوه خاطر الفرق كان توصل عباد كليت منها جرافرا تصريح ما جاكش غراف ما بلاش غراف كملي تصريح صعب بالعكس ولا بالعكس انا لا ما جانيش غراف خلينا نرجعوا للتصريح معناها ما تخوفش الكميه الموجوده في الغرفه فما شويه زومبي ولكن لا داعي للخوف وباش ناخذوا حذرنا باش نقوموا بالتصدي الى هذه الظاهره اللي تنجم تنتشر تصريح عادي انا عجبني التصريح فما معناها فما طمأنة بيان سور فما طمأنة كي يحكي لك على كميه صغيره واحنا نجموا معناتها يقول لك نجموا احنا باش معناتها الكميه هذه يقع معناتها حجزها الكل وما ثمش علاش تونسي يخاف رسالة طمأنة تعتبر بالنسبه لي انا حاجه يولي ميساج وخايب عندي انا كان يقول لك والله هكا ثلاثه ولا اربعه بركه كلاو منها ولا مش مشكل وقتها تولي اما كيما فما حد مازال ما تعطيها وفما كميه صغيره دونك فما امكانيه انه قال لك غادي نخدموا عليها الحكايه هذه وراه رد بالنا بالحق حاجه تخوف برشا كان تسيبت الحكايه اكيد كارثه ماناش نحسين احنا كوارث اخرين في تونس ربي يحفظنا يحفظ صغيراتنا كل حتى الكبار توا معاش صغيرك هاو يسالكوا في المخدرات باش نكملوا باخر خبر لازمنا نحكيوا فيه برشا الخبر هذايا خليكم برونشي معنا جوست بعد البوب يعني. خلال فتره الحمل بمساهمة راديو ميد. ترانكيلا رجعنا لكم في ترانكيلا 35 دقيقة على راديو ميد باش نختموا بآخر خبر في جيم با شنو يقول الخبر هذا تذكروا جريمة الفحص الشنيعة اللي قاو زوز موتى بعد سولون ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية سي زعق هكا اللي قال اللي سي سفيان زعق فوالا يقول اللي اثر معناتها جلسة خمرية صار شجار بين جماعة معناتها اللي قاعدين يا اخي قتلوا اصحابهم هذوما. الاخبار شنو يقول هوني جمعية شمس تخرج وتقول جمعية شمس اللي مازال ما يعرفهاش ما هي معروفة المعنية بالدفاع عن المثلية الجنسية والأقليات الجنسية. شو تقول؟ تقول لزوز زوز ضحايا هذوما تم قتلهم بسبب مثليتهم الجنسية. به
هوني حاد الهوني وبيان سور وكشفوا بون هذا في بيان ليهم. انا مازال ما فما حتى ناطق رسمي ولا مسؤول خرج قال اي والله يا ذوما مثليين يقتلنهم. اما احنا اون سوبوز خلينا نفترضوا توا اللي بالحق هذوما انه صحيح هو مازال ماهوش رسمي. هاني قلت تقولش قلت رسمي مازال ما، لكن مذابو خرجوا قالوا ما نصورش من فراغ. انا ما نصورش من فراغ باه كان تطلع برحنا في بيننا المثليه تهز عرش ربي وحرام وذي كل واحنا معاه وما نشجعوش وعملنا كامل احنا نقولوا فيه باه. وفي بيننا زاد اللي فما اقليات لازمنا نحترموه ما ذاك نعرفوا. اما توصل للقتل حتى بشر في الدنيا ذي ما عنده الحق يقتل واحد باش يحاسبه بطبيعة. فما ربي من فوق يحاسبه كي قتلته كيما فما المثلية تهز عرش ربي. فما قتل الروح زادة مش تهز عرش ربي من الكبائر زادة سامحني معناها كان يطلع قتلت من خاطر المثلية الجنسية انا باش نقدر ندافع عزوز هذوما لين نموت. شوف فماش مبرر معناها القتل ما عنده حتى خلفية الكرتوش الحي ما عندهش مبرر. كرتوش الحي ما عندهش مبرر ليه يعني سبب أتعس تنتقتلهم خاطرهم مثليين سامحني شكون كنت ايه هو سبب ما أتعس صحيح لكن بغض النظر عن الأسباب مهما كانت الاختلافات ديما نقول يعني معناتها الجنسية الدينية العرقية ولا غيره ما باش توصل للقتل ما دام انت معناتها سامحني فيك معناتها وابريتو جريمة نعطيك حاجة ترتكب جريمة باسم المثلية ولا اللون ولا الدين ولا الجنس ولا اللي هو يعني بطبيعة غير مقبول غير مقبول. وكان كان كان يحكيوا على اللي تم قتلهم معنا مثليين للتبرير تولي الجراف التبرير معنا مش تبرر هي تندد جمعية شمس معناها مش معناها مستاءة هي الدافع على المثليين جمعية شام ليه كان نوصلوا نقولوا تم قتلهم خاطرهم مثليين مش نريضوا الجو راهو هاو الجرافوين هاو الجرافوين مهما كان الإنسان هو مثلي القتل ليه ما عندوش حتى ما ندريش معري روحه الكل في الشارع جريمة عامل غلط عاقبه ما تقتلوش يا اخي عجبكش بشر تعاقبوا بالقانون زاد مش يمشي في الشارع تشد تعطي تريحه ما عندكش الحق بالقانون قدام يا ذيا واحد من يغي شويه ما مثلي مش مثلي خاطر مثلي ترتقي لدرجات الاخرى من يغي معناتها هكا من يغي شويه شدوا متعدي طفل على روحه وانا في كرهبتي راجل مغادي سخسخو هكاك بدون مبرر قدامي سامحني ما عندكش حق بالطبيعة ما ليش حق ما تحبش تحكي معه حقك ما تحبش تقعد معه حقك ما تحبش تخالطه حقك أما لا تسبه لا جي على حاله لا تمسه ولا تدور بيه ما يدورش بيه ما ندورش بيه راهم إياك ثم إياك أنا واحد من الناس دور بيه واحد من القتل بأسمعني خاطر ليه أغزلي فما دي بروفوكاسيون راهو يسيروا فما هذه قدامي لصارت لا 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 نحكي عليك أولي الكالي صارت شفتها أنت حاجة أخرى أما فما جماعة من هذوما راهو يبروفوكيو معناها موجود فما اللي جي بروفوكيك راه بروفوكاسيون تتوقع منها اي ردة فعل واي ردة فعل انا نجي مع ردة الفعل خاطر البروفوكاسيون كتصير من الناس كيما نكاي مع اني ناس راهو نحت توانسه وعباد وعندهم حقوقهم كيف كيف اما راهو ما تجيش خاطرك انت من بعديك تولي تتبلى لا انا ما عملت شيء وهو اللي ضربني خاطر راهو تصير ممكن انت شفتها على عينك الحكايه ما عمل شيء لازم يجي واحد مش مثلي بروفوكيك ولا شوف شوف مش مثلي بروفوكي نحكي فهمتني ان البروفوكاسيون اللي نحكي عليها شنو ثم قانون في البلاد البلاد ماهيش معناتها تاع ما يفهم منهم تحرش فهم البلاد ماهيش تاع مجاي تحرش في حد ذاته قضيه اي ليه ثم قانون يتبع معناتها الهمجيه كيف كيف القتل كيف كيف ماناش عايشين في غابه لهنا ما عايشين في دوله في دوله فيها قانون واي انسان يتجاوز بالقتل ولا بالتحرش ولا بغيره ثم قانون فيصل ثم قانون هو اللي يحكم وكاو فوالا ان توكا انا يعني نحب نقولوا كانت تطلع الحكايه هذه صحيحه كارثه باتم معنى الكلمه انا بدات خفاف برشا عباد يتقلقوا مني انا المثليين في حالات كيما دوما ندافع عليهم خاطر الاخر لان المثليين حاجه بركه من حقهم يعيشوا معنا يعيشوا اكيد انا مش احنا شنو حقهم انا لا ندافع على شنو حقوقهم لطلباتهم ما ندافع على شيء اما من حقه انه يعيش معك من حقه انه يبقى في البلاصه اللي تبقى فيها انت من حقه انه يعيش وحقوقه يطلبهم كما تطلبهم انت ما يطلبش الزيت يطلب الحقوق اللي على كل مواطن تونسي مطلوبه كم مواطن تونسي كم مواطن تونسي انا وقتاش خاطر انا قلت لكل من نجبد على الموضوع هذا انا وقتاش نتنرفز برشا كي تتولي فيها حكايه يطالبوا بحقوقهم هكا طفل يعرس هذوما اللي فات الدنيا اما سينو
باش تضرب ولا باش تهين ولا من غير سبب وصلت. أي ولا القتل معناها قتل ولا غيره ولا غيره حتى إهانته باركة مش باهية. صحيح احنا موجودين هنا انا شخصيا معناتها نشوف من واجبي اني مش ندافع مش كان على الحكايات هذه ولا الحالات هذه على إنسانية جمعاء مهما كانت وكا. فوالا برافو علي. دونك كانت هذه جيم جيم با لليوم جيم جيم با.